الله يديك العافية. الحمد لله. الله يسلمك يا عفيف. أبو حميد الليلة ما شاء الله شكلك قاعد في البيت. لا والله برا اللي أنا أصلا ده الليلة، الليلة برا حايم ولقط في حياة البيت. يا زول. الحمد لله، الله الله يدي العافية. الزمن هنا داير، حياة ربنا يعيننا عليه. ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. لسه ايه اسمع يا دوب الوضع عندكم مصر نهار. ها عندنا خمسة عصر، 5 والفطور عندكم كم؟ فطور نتيجة عيلة اللي عندي 9 الا انا لسه عندكم كم ساعة؟ يعني دي 4 ساعات أو 3 ساعات ونص كده. الله يخرب ربنا يعينكم يا اخي. إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور، يديكم العافية إن شاء الله. الله يحفظك. طيب أنا هكون بسمع، لكن غالبا هكون قاعد هنا. طيب مع الإصلاحات ما بشوفه، لكن بسمع. جدا ما في مشكلة. الله يديك العافية إن شاء الله، الله كثر يعافيك. خير. بارك الله فيك. ها شباب عندكم حاجة دارين تناقشوها قبل ما نبدأ؟ السلام عليكم، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، طيبين عوافي. السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام. الشغل في الكويز ما شاء الله تمام، تقدم ملحوظ يعني. والله انا لسه ما حليت يا جماعه، بالله فاتح لي بكره اللي شباب دول. الليله ما شاء الله في اكتساح ما عاد يعني. عليك الله. والله والله انا بس مصر ما اشوف الحلول في هنا، قلت عشان نغيب روحنا كويس. لا انا شايف لا الشباب بيعملوا سكرين شوت وبرسلوا الحل. حبيت انتبه لاي كلام مكتوب، قلت لا انا لانه داير اغيب روحي الصراحه. اوكي. لا تمام. طيب شكله نبدا يا شباب. فاتح صح، خليه له بعدين كده صح؟ لا فاتح لحد هو كانت امبارح فاتحه لحد بعدين. ايوه خلاص تمام. 24 ساعه. طيب يا شباب نبدا بسم الله. طيب الليلة إن شاء الله خاشين على المرحلة اللي هي النوليدج رقم 6. كويس، خلونا نمشي للحاجة التيبل بتاعنا دايما بنبدأ بيه لأنه بيدينا فكرة. طيب نعمل شير ليه. طيب يا شباب شايفين التيبل مش كده؟ دكتور ايوه. الكويز مدته 24 ساعه ولا الساعه 12 بالليل بيقفل؟ لانه شايفه انت عملت لي بوست الساعه 2 صباحا. 2 صباحا مفروض يكون. لا بس الساعه 12 بيقفل. الساعه 12 الساعه 12. طيب خلاص ان شاء الله بنعمله قبل 12. لو ما انا ممكن بس ذكرني بعمل بفتحه ثاني يعني، ما في مشكله. خلاص تمام تمام. طيب يا شباب نحن لحد الان ماشيين كويس الحمد لله رب العالمين. انتهينا من النولج اريا الاولى اللي هي البروجكت انتجريشن مانجمنت. انتهينا من السكوب فيها، حددنا طبعا دي كلها يا جماعه. البروجكت انتجريشن مانجمنت دي الحاجات بتاعت البروجكت مانجر، انه بيقوم بخط البلان بتاعته عشان انه كيف يدير المشروع بتاعه ويدير كيف اي واحده من البروسيس الخمسه اللي فوق دي. تمام. بعد ذاك بنيجي نحدد انه والله البروجكت ده احنا دايرين نصل به ولا شنو؟ يطلع لنا شنو؟ تمام؟ فدي بتكون في السكوب مانجمنت. بعد ذاك بنيجي للتايم مانجمنت او السكيدول مانجمنت. تمام؟ دي اللي هي هنا بنحدد الخطه بتاعتنا، الخطه اللي بندير بيها الخطه الزمنيه بتاعت المشروع.
بعد ذاك بنيجي نحدد الاكتيفيتيز بتاعت المشروع ذاته، بعد ذاك بنيجي نربطها مع بعض تمام، بعد ذاك بنيجي بنديها استيميشن الزمن بتاعها، اي واحده بنديها استيميشن. بعد ما ادينا استيميشن بنقوم بنعمل ديفلوب للبروجكت سكيدل بتاعنا، الخطه الزمنيه بتاعتنا او التايم تيبل بتاع البروجكت تمام. وعندنا برضو هنا بروسيس بتاع الكنترول سكيدل. الكنترول سكيدل اللي هنا احنا فيها بنشوف انه والله يا اخي الخطه البروجكت بتاعنا ده ماشي ويبغى الخطه الزمنيه، لو في اي تشينج ريكويست احنا مشينا خدينا وين وعدلنا وين. من هنا يا جماعه في البروجكت سكوب مانجمنت بنطلع من بالسكوب بيس لاين تمام، وهنا بنطلع بالسكيدل بيس لاين، وهنا لما نجي في الكوست اللي هي بنعمل البلان كوست مانجمنت، بنعمل الاستيميت كوست، وبنحدد الميزانيه بتاعتنا تمام. بنطلع بشنو هنا؟ بنطلع بالكوست بيس لاين، يعني نحن عندنا هنا بيس لاين رقم واحد اللي هي السكوب، عندنا بيس لاين رقم اثنين اللي هي السكيدل، وثلاثه الكوست. ديل يا جماعه اهم بيس لاينز في المشروع تمام، لانه ديل بيترتب عليهم لو في اي تغيير اول حاجه انا مجرد ما التغيير ده حسب انه والله التغيير ده منطقي ومحتاج له في البروجكت، قبل ما امشي اعمل ريكوست للتشينج. الريكوست للتشينج يا جماعه دي المرحله الرسميه اللي انا بطلب فيها التغيير، لكن انت قبل ما تصل المرحله الرسميه دي خلاص حسيت انه والله يا اخي انه لازم في تغيير يحصل تمام، انه لازم في تشينج يحصل، فانت اول حاجه بتجي بتعايل للثلاثه ديل، بتعايل للثلاثه سكوب اللي هي السكوب البروجكت السكوب مانجمنت والسكيدول مانجمنت والكوست مانجمنت بيس لاينز تمام. فديل ديل لانه ديل بتاثروا باي حاجه في البروجكت. طيب انتهينا منهم يا جماعه، بنيجي نشوف الكواليتي بتاعتنا. نحن البروجكت بتاعنا ده لازم نعمل له فريم وير بتاع كواليتي، ونعمل بلان للكواليتي بتاعتنا اللي هي ندخل فيها المتريكس وانه منو بيعمل شنو تمام. بعد ذلك المرحله بتاعت مانج الكواليتي على اساس انه نحن نمنع اي بريفنت اي تشينج او اي ديفكت. المرحله الثالثه اللي هي الكنترول كواليتي، الكنترول كواليتي اللي هي نحن بعد ذلك مثلا حصل غلطه انه نحن حنعالجها كيف تمام. طيب الليله ان شاء الله حنبدا المرحله رقم 6 اللي هي الريسورس مانجمنت. الريسورس يا جماعه لما نتكلم عن الريسورس مانجمنت بنتكلم عن حاجتين، بنتكلم عن الماتيريالز اللي في البروجكت، اي ماتيريالز كويس، واي هيومن ريسورسز تمام. فهم ناس البي ام اي دخلوهم الاثنين مع بعض. زمان في الاصدارات القديمه بتلقى الهيومن ريسورس قاعده على جنبها والريسورس الماتيريالز قاعده على جنبها، فهم قالوا لا نحن مفروض ننظر لهم كحاجه واحده تمام. فدي بتسهل عليك انت از بروجكت مانجر او شغال انت في بروجكت او بي ام او او بروجكت سبونسر، بتكون عارف والله انا لما نجي اتكلم عن الحته بتاعت الريسورسز دي بتكلم عن الهيومن ريسورسز، عن الموارد البشريه بتاعتي، وعن الماتيريالز اللي انا بشتغل بها البروجكت تمام. طيب عندنا فيها سته بروسيسز لكن ما كبيره، السته بروسيسز دي اثنين منهم في البلانينج اللي هي البلان ريسورس مانجمنت والاستيميت اكتيفيتي ريسورسز. وزي ما قلت لكم قبل كده الاستيميت دي مربوطه مع الاستيميت كوست ومربوطه مع الاكتيفيتي ديوريشن، مربوطات مع بعض يا جماعه الثلاثه دي تمام. نجي في الحته بتاعت الاكسكيوتنج اكيور ريسورسز. اكيور ريسورسز دي يا جماعه من ضمنها التعيين بتاع الـ بتاع الـ بتاع الاستاف بتاعك تمام. انت والله خلاص بديت المرحله بتاعت الاكسكيوتنج التنفيذ، بعد تبدا انت في البلان حددت انه والله يا اخي انا مثلا داير في الشهر الاول 10 مهندسين، وداير 15 عامل، وداير واحد بتاع كواليتي، وعايز كده تمام. لما تجي المرحله بتاعت الاكسكيوتنج بتبدا تعينهم تمام، بتبدا فيلين الجاب او فيلين الفاكانسيز بتاعت البروجكت بتاعك. اول ما انت خلاص البروجكت عينت التيم بتاعك، بعد ده بتبدا شنو تعمل ديفلوب للتيم بتاعك تمام، على اساس انه والله التيم بتاعك ده يكون ويل ترين، عارف كل شيء عن البروجكت بتاعك، عارف الهيلث اند سيفتي بروسيجر، عارف انه الريبورتنج هيراركي في البروجكت بتاعك، يعني كيف انه لو حصل اي حاجه هو اللاين مانجر بتاعه منه تمام.
بعد ذاك انت بتعمل مانج للتيم بتاعك برضه. بعد ما عملت له ديفلوب بعد ذاك بتعمل مانج. واحده من الحاجات المهمه في المانج يا جماعه بتدي اللي هو بتحفزهم، بتحفز التيم بتاعك تمام. المرحله بتاعت الكور في المونيتورنج اند كنترولنج عندنا بروسيس واحده اللي هي كنترول ريسورسز تمام. فهم السته السته بروسيسز ديل في الريسورس مانجمنت، لكن برضه ممتعه جدا جدا وشيقه برضه زي الكواليتي تمام. طيب في سؤال قبل ما امشي على السلايد؟ اوكي خلونا نمشي نشوف الحاجات دي in details. نشوف اللي حنناقشه. اول حاجه حنشوف الريسورس مانجمنت اكتيفيتيز جنرالي سبيكينج كده نتكلم عنها، نشوف الحاجات بتاعتها اللي بتعملها او الجلو بتاع او الرابط بتاعها. بعد ذاك هنيجي نتكلم عن البروجكت ريسورس مانجمنت بروسيس، اول بروسيس في الـ في الـ في النولج اريا. بعد ذاك عندنا واحده من التولز اند تكنيكس اسمها اورجنايزيشنال ثيوري، هنيجي نتكلم عنها نشوف شنو. بعد ذاك حنناقش البروسيس الثانيه اللي هي استيميت اكتيفيتي ريسورسز تمام. بعد ان شاء الله حنعدي لنا زي ساعه او ساعه 10 دقائق نناقش الحاجات دي مع بعض. طيب نشوف الريسورس مانجمنت نحن عايزين شنو في البروجكت بتاعنا. اول حاجه هي البروسيس يا جماعه اورجنايز مانج اند ليد ذا بروجكت تيم اند ريسورسز، زي ما قلت لكم دي مسؤوله من الفيزيكال ريسورسز ومسؤوله من التيم تمام. يا دكتور معلش الشير بالله. اوكي 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 ثانك يو. طيب دي نبدا الاجنده بتاعتنا الليله ان شاء الله. حنتكلم عن الريسورس مانجمنت اكتيفيتيز، نشوف الريسورس مانجمنت دي ذات الحاجات اللي فيها شنو. وحنتكلم عن اول بروسيس فيها اللي هي البروجكت ريسورس مانجمنت بلان. وحنجي نتكلم عن الاورجنايزيشنال ثيوري، دي واحده من التول اند تكنيكس في البروجكت ريسورس بلان. وحنناقش الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز. طيب خلونا نشوف الريسورس مانجمنت دي اصلا هي شنو وعايزيننا شنو احنا في البروجكت بتاعنا. اول حاجه دي هي في البروسيس اللي بتعمل لك اورجنايز وماني وليد البروجكت تيم وريسورسز. زي ما قلت لكم البروسيس دي انت بتعمل بيها ماني للهيومن ريسورسز، الناس اللي بيجي يشتغلوا لك في المشروع ده من السبونسر لحد اصغر واحد في المشروع تمام. وبرضو الفيزيكال ريسورسز. طيب هنا يا جماعه التيم ممبرز المفروض كلهم يشاركوا في الحاجه دي تمام، في الريسورس مانجمنت اكتيفيتي كل التيم انه يجي يقعدوا مع بعض يناقشوا وياخذوا القرار المناسب بخصوص الريسورسز تمام. طيب نحن ليه نحن عايزين التيم يجي يناقش في الحته دي؟ لانه يا جماعه التيم ده مهم جدا انه ناخذ الخبرات بتاعته تمام، ناخذ الخبرات بتاعت التيم عشان نعمل الريسورس بلان بتاعتنا. انا لما اتكلم عن التيم يا جماعه ما بتكلم عن الناس اللي بيجوا يشتغلوا في البروجكت، لا بتكلم عن المانجمنت تيم. انت ما اول ما جيت جابوك بروجكت مانجر قدامك في السبونسر او البي ام او، بعد ذاك انت بتختار التيم بتاعك تمام، بتختار التيم اللي يجوا يشتغلوا لك الشغل بتاع البروجكت مانجمنت تمام. بعد ما خلاص عملوا لك الريسورس مانجمنت بلان وكده، بعد ذاك بتمشي في المرحله اللي بتعين فيها الناس اللي بيجوا يشتغلوا لك الشغل بتاع البروجكت تمام. لو نصح ممكن عادي ممكن واحد يسال يقول يا اخي احنا ما التيم ده لسه ما جينا عليه، ليه التيم ده ظهر لنا هنا؟ لا انا هنا في الحته بتاعت البلاننج لما نتكلم عن التيم بتكلم عن التيم اللي بيدير المشروع، ما التيم اللي بيشتغل في المشروع. الحته دي واضحه يا جماعه؟ لانها دي دائما بتعمل كونفيوجن في الازمنه. انت عندك نوعين من عندك نوعين من التيم. في التيم اللي بيدير المشروع تمام، اللي هو ده بيعمل معاك البلاننج وبيعمل معاك ال يا خالد. هل ده مقصود بهم رؤساء الاقسام كمثال يعني؟ مثال رؤساء الاقسام، نعم رؤساء الاقسام تمام.
فهم ديل هم البضعه الخطه معاك والبدايه البروجكت كلها يعني تمام. انت جيت عينتهم من البدايه, عينتهم من لما جيت عملت البروجكت بلان مانجمنت عينت التيم بتاعك. والله انا عايز عامر, عايز خالد, عايز سلمى, عايز روى, عايز فاطمه, عايز الغصوان, كويس. جيت خطيتهم كلهم, انت هنا بتجي بتقعدوا كلهم مع بعض عشان تناقش. يجي خالد يقول لك والله يا اخي اسمع, انا عايز لي ثلاثه عمال بصوره يوميه, لان انا والله بعمل الهيلث اند سيفتي تشيكس. تمام خلاص يا خالد, انت تمشي اعلن عن الوظائف دي كويس, وانت بتعمل لهم الانترفيو وانت اللي بتعينهم. تمام البروجكت مانجر بيكون قاعد معاك طبعا, لكن انت بتكون بعد التيم بتاعك اللي انت مسؤول منه وهكذا. تمام بعد ذاك يا جماعه هنا برضو بتخط لك سيستم بتاع اللي هو تحفيز وبتاع هدايا. لازم انت في المشروع بتاعك ده يعني التيم بتاعك ده لازم تديهم شهادات تقديريه, لازم تديهم هدايا, تديهم مثلا تقول لهم خلاص يا اخي انا اديكم فاوشر بتاعت مثلا المطعم الفلاني كويس, يوم الخميس كل شهر نحن ما حنشتغل, حنجي بس الصباح نجتمع ونفطر مع بعض, بعد ذلك تتخارج وتمشي البيوت كويس. فانت لازم يكون عندك نوع من الحاجات دي للتيم بتاعك عشان التيم ذاته يكون عنده موتيفيشن, عنده موتيفيشن يشتغل وعنده الموتيفيشن يبدع. يعني ممكن سلمى تكون مجرب الحاجه دي, لما نجي العميل بتاع الكليه يقول يا جماعه يوم الخميس الجاي بس نص يوم, احنا بنكون يعني حاجه مع انها بس نص يوم يعني ما فرقت. ومرات الزول ممكن يكون قاعد في المكتب ما يمشي البيت, لكن بس كده انت بتحس انه والله يا اخي الاداره دي يعني حاسه بيك وحاسه بتعبك ومقدر التعب بتاعك. تمام فالحاجه دي مهمه جدا جدا. طيب دائما يا جماعه واحده من المهام بتاعت مدير المشروع اللي هي الحته بتاعت الليدرشيب, يعني هو دائما امبروف التيم ممبرز كومبتنسيز, يعني الكفاءه بتاعت التيم بتاعته دي لازم يحاول انه دائما يعمل لها امبروفمنت, سواء انه بكورسات, سواء انه يعمل لها سي بي ديز اللي هي التريننج اللي بيكون في يعني مثلا والله يا اخي في واحد مبدع جدا في الشغل بتاع الاكسل, تمام انا اقوم اجيبه واحد ذاته في التيم ذاته كل يوم في الشهر, انا اجيب واحد من التيم ده يكون مبدع في حاجه معينه يجي يدرب فيها باقي التيم. تمام فده شغل برضه بتاع البروجكت مانجر. الريسورس مانجمنت از دون ان اكسكيوتنج. طبعا يعني انت الريسورس بتاعتك الفيزيكال ريسورس دي محتاجها في الاكسكيوتنج بروسيس. البروجكت يا جماعه دائما نحن بنقول البروجكت المشاريع بلان باي ذا تيم, بيخططوا لها التيم هو اللي بيخطط لها, لكن الاشراف بيكون بواسطه البروجكت مانجر. In big projects some of the team might have the project management activities. تمام طيب نحن لما ده طبعا في المشاريع الكبيره, يعني المشاريع الكبيره بيكون عندنا project management activities, والتيم ده بنسميه البروجكت مانجمنت تيم زي ما قلت لكم. يعني بيكون في كور تيم, بيكون في اكسكيوتيف تيم اللي هو التيم التنفيذي, بيكون في التيم القيادي, يعني بيكون مقسم لاتيام, لكن ده دائما بيكون شنو في المشاريع الكبيره. لكن ده كله يا جماعه لازم البروجكت مانجر يعمل شنو تراك تيم ممبرز بيرفورمانس, يعني لازم يكون عنده زي تراكه, يكون عارف والله مثلا فلان ده بيجي متاخر, لكن بالتاخير بتاعه ده لانه مثلا بوصل بنته المدرسه او ولده المدرسه او بيمشي بودي ام الدكتور كده كويس, لكن النص ساعه بيتاخر لي او الساعه بيتاخر لي دي اخر اليوم بيقعد ساعه زياده. تمام او مرات ما بيمشي البريك بتاعته, فانت دائما تكون شنو تعمل بالانس, تشوف انه والله يا اخي انا خالد ده معي 100%, اي حاجه انا بقول له بيعملها لي. تمام يعني بتكل عليه يعني في الشغل بتاعي. خالد ده اذا جاني متاخر مثلا في الاسبوع مره مرتين, طبعا هي دي ما حاجه كويسه انه زول يجي متاخر كده, لكن مرات بيكون عندك عذر. فانت دائما انت از بروجكت مانجر تكون عارف انه والله خالد ده بيجي متاخر ليه, عشان ده ما يعمل لك ينقل لك يعني حاجه سلبيه للتيم بتاعك. تمام فانت بتكون عارف والله يا جماعه خالد ده عنده ظرف كده بيوصل بنته المدرسه, عشان كده ما قاعد يجي هنا الصباح بدري. تمام
خالد انت لانه كنت تجينا الصباح بدري نحن حناخرك شويه يعني تمشي تدرب لنا الناس دي تعمل لنا كده يعني عشان يكون في نوع من من العداله لانك انت بتتعامل مع التيم بتاعك ده كله بصوره جميله وفي نفس الوقت ما بتعصب زول على حساب واحد ثاني. طيب في سؤال يا جماعه لحد الان في الاكتيفيتيز ريسورس مانجمنت اكتيفيتيز؟ ايوه تفضل يا استاذه. نهاد نهاد نحن ما سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل في التيم وما التيم، التيم الإكزيكتيف والتيم اللي بيكون شغال اللي هو التيم اللي بينفس بيشارك معك في المؤسسات الكبيرة زي الفانكشنال أورجانيزيشن وكده يعني. لا هي لا انت ما المؤسسات الكبيرة ما بالضرورة تكون فانكشنال، ممكن تكون شركة كبيرة جدا لكن بروجكتايز. بروجكتايز تمام. لكن هنا بنتكلم عن شنو؟ المشاريع الكبيرة. المشاريع الكبيرة ايوه ريجاردليس الاورجنايزيشن ستراكشر بتاع شنو يعني، حتى لو كانت مثلا فانكشنال ممكن الفانكشنال تعمل لها مشروع كبير جدا جدا. تمام. وتشغل فيها التيم بتاعك اللي هم الناس اللي عملوا معاك البلان. بالضبط كده ايوه بالضبط كده. تمام. شكرا لك يا دكتور. الله يديك العافيه. تمام. طيب نجي للاول بروسيس في نشوف البروسيس ذاته. اول حاجه عندنا قلنا البلان ريسورس مانجمنت دي في البلانينج بروسيس، عندنا الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز دي في البلانينج، وفي الاكسكيوتنج عندنا اكيور ريسورسز اللي هي انت تاخذ او مش معناها تستول، او المهم يعني تجمع الريسورسز بتاعتك. تمام. عندك بعد ذاك في الاكسكيوتنج برضه ديفلوب التيم بتاعك، يعني انت التيم بتاعك ده لازم تعمل له ديفلوب وبعد شويه تعمل له مانج. تمام. عندنا ديل الاثنين الفوق في البلانينج، وعندنا الثلاثه ديل في الاكسكيوتنج، وعندنا اخر واحده في الكنترولنج اللي هي كنترول ريسورسز، عشان تعرف انه الريسورسز بتاعتك دي كلها تمام، لو في مشكله في الريسورسز تمشي تعالجها سريع يعني. طيب خلونا نشوف البلان ريسورس مانجمنت اللي هي دي هي الخطة اللي انت بتعمل بيها يعني تقدير الموارد بتاعتك، يعني سواء كان physical resources او human resources. تمام. بعد ذلك انت بتأسس اسلوب بانك انت يعني اسلوب ومستوى ادارة عشان تدير به المشروع بناء على الطبيعه بتاعت المشروع ذاته، لانه قلنا يا جماعه المشروع السيمبل بيختلف من المشروع الكومبلكس. تمام. لكن في الاثنين انت لازم تطبق عليهم البروجكت مانجمنت ابروش او البروجكت مانجمنت نوليدج. تمام. لكن هنا في الحته دي انت لازم تكون عارف، والله يا اخي انه البروجكت بتاعي ده كبير جدا، انا المره دي اول مره اخذ البروجكت القديمه كلها كانت صغيره، لكن البروجكت ده كبير جدا، والبروجكت ده مثلا في كم سايت، يعني واحد في ناس في شغل في أمدرمان وفي شغل في الخرطوم وفي شغل في بحري. تمام. فانا لازم يعني التصور بتاعي يكون اكبر، عشان انه انا مسؤول من المشروع ده ككل، لازم احدد المستوى بتاع المشروع، ولازم احدد المستوى بتاع انه انا كيف ادير بيه الريسورسز بتاعتي. تمام. طيب خلونا نشوف الانبوت والتولز اند تكنيكس والاوتبوت. الانبوت واضحه جدا. تمام. انت اصلا بتحتاج للبروجكت شارتر. تمام. زي ما قلت لكم من البدايه البروجكت شارتر ده تقريبا بتحتاج له في كل ال في كل ال في كل البروسيسز عدا الديفلوب بروجكت شارتر، لانه بيكون هو لسه ما جاهز. بعد ذلك انت محتاج للبروجكت مانجمنت، محتاج للكواليتي مانجمنت بلان العام النامس، لانه هي دي داخله هنا في الريسورسز بتاعتك، وعايز السكوب بيس لاين، لانه على ضوها انت بتجي بتعين التيم بتاعك، وعلى ضوها بتمشي بتشتري الريسورسز بتاعتك الفيزيكال ريسورسز.
الدوكيومنتس انت محتاج للبروجكت سكيدول بتاع البروجكت، محتاج للريكويرمنتس دوكيومنتيشن. دي قبل كده سالت من واحده من فاطمه والغصبه، سالت وات داز ات مين ريكويرمنت دوكيومنتيشن. تمام. ريسك ريجستر، محتاج للستيك هولدر ريجستر، لانه ممكن الستيك هولدر زي اللي انت يعني محتاج ليهم هنا في الحته بتاعت بتاعت الريسورسز. تمام. ايوه اتفضل يا باشمهندس. هنا في الحته بتاعت project management plan ما دخل صوتك بعيد شويه معلش. ليه الكوست ما دخل في الحته بتاعت project management plan؟ معلش والله ما سامعك، صوتك بعيد جدا. انتوا سامعيننا يا شباب؟ لا ما سامعينهم. انا سامع غايت. بتسال عن الكوست، ليش الكوست ما داخل هنا؟ الكوست لا، الكوست ما داخل في ما داخل في البلان، لكن حاجه يدخل لك في الـ في الـ في الـ في الحاجات الثانيه كنترولنج كده. تمام. لانه هنا انت ما بس دار تضعي الخطه، ما 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 دايره تضعي يعني لسه انت ما وصلت الحته بتاعت الاشتراك. الاشتراك دي اللي هي في الاكيور ريسورسز، في الاكيور ريسورسز بتلقى انه الكوست خاشه معاك. تمام. برضو هنا محتاج للانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز. ايوه سلمى. دكتور ياسين عايز اسالك حاجه، هل ان احنا بننزل التيم بتاعنا قبل ما نحدد الكوست بتاعنا، ولا بنحدد الكوست بناء على التيم؟ انت اول حاجه بتحددي التيم، انت بتتكلم عن التيم ويتش تيم؟ انت ما عندك نوعين. لا بتكلم عن التيم الثاني اللي هو انت هسه مثل قلت انه التيم تبعه عشان يبداوا يشتغلوا في الهيومن ريسورسز. بتكلم عن الهيومن ريسورسز، هل انا بقدر بعمل للكوستنج؟ يعني انا المفروض اعمل كالكوليشن للكوستنج، بخط لها رينج معين في الكوست بلان بتاعتي، بعدين اجي اعمل الريسورس مانجمنت. مظبوط. حق الهيومن ريسورس. ايوه تمام خلاص كده فهمتها. ثانك يو. انت ما عند ويلكم. انت ما بتيجي خدتي مثلا تقولي والله يا اخي انا داير اعين مثلا مدير بتاع جوده، المرتب بتاعه مثلا ما يفوت من ال 20000. انت بتكوني اوريدي في ال 20000 ريال في شهر مثلا، دي اوريدي انت بتكوني خطيتها في كوست. تمام. فانت لما تجي تعملي معاه الانترفيو وتعينه، بتكون خاطر في حساباتك انه والله يا اخي الزول ده انا ما حديه اكثر من 20000، ممكن اديه 15 17، ممكن انا وشطارتي اجي القى لي واحد ذكي جدا جدا وزول تمام وكده ومشيوه ب 14 يعني. تمام. طيب التولز والتكنيكس المحتاجين لها، طبعا هنا محتاجين للاكسبيرت جادجمنت، محتاجين للديتا ريبريزنتيشن. كويس. في الديتا ريبريزنتيشن يا جماعه الهيراركال تشارت اللي هي دي التشارت اللي بيبدا لك يعني صغير، وبعد ذاك ينزل مثلا تاسك A، بعد ذاك تاسك A يكون A1 و A2. A1 ذاته بيكون A11 A112 وهكذا. تمام. بعد ذاك عندك الريسبونسابيلتي اساينمنت ماتريكس، دي حنتكلم عنها بعد شويه، اللي هي دي انت بتحدد اي واحد والعمل بتاعه. بعد ذاك عندنا حاجه اسمها تكست اورينتد فورمات، اللي هي دي زي الكريت بتاع الموظف، بيكون فيه اسم الموظف، مثلا المؤهلات بتاعته، الجوب بتاعته كده يعني. حتى مرات مثلا الايام اللي بيجي بيشتغل فيها لو هو ما بيشتغل يوميا معك. عندنا حاجه اسمها الاورجنايزيشن ثيوري، دي حنجي نتكلم عنها بعد شويه برضو بصوره اوسع. طيب الحاجه دي كلها نحن عشان نصل لشنو؟ عايزين نصل للريسورس مانجمنت بلان، عايزين نصل للبلان اللي بندير بيها الريسورسز بتاعتنا. تمام. عايز اصل لحاجه اسمها التيم شارتر اللي هي الميثاق بتاع التيم بتاعي. تمام. وبعد ذاك بعمل ابديت للاسامشن لوج وللريسك ريجستر. تمام. طيب لو في سؤال ممكن تزعل يعني. طيب خلونا نجي نشوف واحده من التولز والتكنيكس في الـ في الـ في البلان ريسورس مانجمنت، اللي هي الريسورس اساينمنت ماتريكس. من الاسم بتاعها يعني انت ممكن تاخذ يعني يجيك كلو انه هي وات داز ات مين يعني، ونحن بنتصير بها بالرام. طيب اللي هي ده يا جماعه يعني زي مثلا جدول بيربط لك بين الورك باكج ومنو في التيم اللي بيعملها.
تمام؟ زي الجدول بتاع المدرسة، كويس الجدول بتاع الحصص، إنه والله سيد منى بيدرس الرياضيات، أستاذ أحمد بيدرس التربية الإسلامية وهكذا، تمام؟ طيب نجي نشوف ليه عندنا يا جماعة فيه حاجة مهمة جدا جدا، عندنا فيه الـ RACI. What does it mean الـ RACI؟ أيوة سؤال، شايفين فريق الرابعين يبدون؟ أنا حجيب الغلط، دقيقة أن ننزله. أوكي هبة، أوكي طيب نجي نشوف الـ RACI دي شنو؟ الـ R يا جماعة من قصيبة Responsible، والـ A Accountable، والـ C Consult، والـ I Inform. طيب نجي نحن نشوف المعنى بتاع المعنى بتاعهم شنو. طيب مثلا عندنا في الجدول ده، الجدول ده يا جماعه مثلا عندنا جون، شايفين يا جماعه الجدول ده شايف مغبي شويه كده، لكن واضح عندكم؟ هاي طيب خلونا نشوف مثلا جون. جون ده هنا يا جماعه سوري، جون ده هو ريسبونسبل من الماركت ريسيرش، تمام؟ يعني أنا عندي واحد في التيم اسمه جون. جون ده ريسبونسبل من الجوب ريسيرش. طيب ريسبونسبل معناه شنو؟ معناه هو المفروض الحاجة دي يعمله هو، تمام؟ ريسبونسبل معناه إنه جون ده والله يمشي يعمل لي الماركت ريسيرش، تمام؟ طيب إيميلي خاتين قدامها سي كونسلت. كونسلت معناه شنو؟ معناها ممكن انا ايميلي دي اخذ منها معلومات عشان، او جوني اخذ منها معلومات عشان نكمل بها الماركت ريسيرش، تمام؟ اندي برضه نفس الشيء، اندي عنده برضه معلومات، ممكن جون يمشي يتكلم معاهم عشان ياخذ منهم المعلومات دي عشان يكمل الماركت ريسيرش بتاعه، تمام؟ عندنا كاتي ايه دي اكاونتبل دي يا جماعه معناها شنو؟ معناها انه هي مسؤوله قدام البروجكت مانجر انه والله جون ده كمل شغله، تمام؟ وانه ايميلي واندي يتعاونوا مع جون وادوا المعلومات عشان يكمل بها الشغل بتاعه، تمام؟ عندنا اخر واحده انفور، ده لما الناس اللي انتهوا من الشغل بتاعهم، تمام؟ مفروض توم ده يجي يكلموه يقول له والله توم يا اخي خلاص نحن انتهينا من الماركت ريسيرش، تمام؟ فممكن توم ده هو عايز ماركت ريسيرش دي عشان يمشي يخدها مثلا في سيستم، او عايز يبني عليها حاجه ثانيه، لكن انا بس الشيء بفهم انه والله ياخذ الشغل ده لما ينتهي الماركت ريسيرش ده، لما جون يعمله ولما ياخذ المعلومات من اندي ومن من من ايميلي، تمام؟ يقوم يكلم توم يقول له والله خلاص الشغل انتهى، يجي يسلمه لابنه، يسلمه لكاتي. كاتي دي لانه مسؤوله قدام البروجكت مانجر تتاكد انه والله الشغل بتاع الجماعه دي كله تمام. هنا ممكن نقول يا جماعه كاتي هي اللاين مانجر بتاع الجماعه دي، او الرئيسه بتاعتهم في الحته دي، يعني لان هي مسؤوله من الماركت ريسيرش، تمام؟ واضحه يا شباب؟ يا دكتور ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كده بس عيد لي الاكاونتبل، كده عيد لي الاكاونتبل. طيب الاكاونتبل هي the person who is answerable to the project manager that the work is done on the time. يعني هو ده يعني البروجكت مانجر ما بيجي بيسال جون ولا بيسال ايميلي ولا اندي ولا توم، بيجي بيسال كاتي. يا كاتي يا اخي انا اديتك انا اديت الماركت ريسيرش ده لجون، انت مسؤوليتك تشوف انه جون ده انتهى من الشغل ده كله ولا ما انتهى، وتتاكد انه والله يا اخي ايميلي واندي يتعاونوا مع جون عشان يكمل الشغل، وبرضه تتاكد لي انه جون ده بعد يشتغل كمل الشغل يكون يعني كلم توم انه الشغل انتهى او سلموا الشغل يعني. فالاكاونتبل هو الزول المسؤول قدام البروجكت مانجر انه الاكتيفيتي دي انتهت ولا ما انتهت. شكرا يا دكتور.
الله يديك العافية. طيب أنا عايزكم يا جماعة الادفرتايزنج، أنا عايزينكم توروني منو الريسبونسبل ومنو الاكاونتبل ومنو الكونسلت ومنو الانفورم. العارف يرفع يده لو سمحتوا. يلا يا فاطمة عبدلينا، فاطمة وهبات. فاطمة أنت الادفرتايزنج وهبات الستوري بوردنج. نهاد الفندنج. طيب طيب الريسبونسبل ايوه سامعيني؟ ايوه كده سامعينك. ايوه الريسبونس الشبكة لكن يا باشمهندس ما سامعني الشبكة طفشت. المسؤول جون. المسؤول جون. طيب والاندي المسؤول جون ولا الكونسلت اندي. طيب والاكاونتبل ايميلي. ايوه والانفورم كاتي وتوم. كاتي وتوم. طيب ايميلي هنا دور شنو؟ وتوم دور شنو ايميلي؟ What does it mean accountable؟ بس اتلخبطت. ايميلي هي هي المسؤولة، هي بتكلم المديرة أو الزول اللي فوقها إنه ده العمل وشغلهم يعني. تمام excellent ممتاز شكرا يا باشمهندسة. هبات هلو. أيوة طيب نحن عندنا إيميلي هي يكون مفروض إنها responsible من الستوري بوردينج، هي مفروض تعمل بيرفورم أو تنفذ الحاجة دي. ممكن تكونسلت كاتي تأخذ منها معلومات أو تسأل من حاجة أو مساعدة. بعد ما تخلص من الحاجة دي هي she should inform Tom إنها خلاص خلصت، وبرضو ممكن تعمل كونسلت لبيكي. بعد ما خلصت الحاجة دي خلاص هي مفروض تسلم أو توري جون. جون هو اللي بعد ذاك بيوصل الحاجات للبروجكت مانجر، هو زول الاكاونت والمين. ما شاء الله ممتاز اكسلنت فيري جود. طيب منو الديزاين؟ خلاص انتهت المعروف. الديزاين سلمى. طيب في الديزاين اللي حيعمل الديزاين ايميلي، مسؤوليتها هي حتعمل حتستشير كيتي وبيكي، وفي النهاية حيعملوا ريبورت. لا حيكلموا بشغلهم بعد ما يخلصوه، حيكلموا توم وحيعملوا ريبورت لأندي. أندي هي بتدفع التقارير. ممتاز ممتاز جدا جدا ممتاز شكرا جزيلا. واضحة يا شباب الحاجة دي واضحة الماتريكس. أهم حاجة يا جماعة إنه أنا أكون يعني لو جات تيبل زي ده مثلا، في هو بيجيك تيبل لكن السؤال ممكن يجيك تريكي شوية يعني. تمام فأنت لازم بس تكون عارف what does it mean R. ممكن هو يجيب لك ما يجيب لك بطوالي ريسبونسبل، يقول لك والله مثلا الزول ده عمل الشغل، او يجيب لكم والله يا اخي اللاين مانجر بتاع الجماعه ديل مثلا فلان الفلاني. تمام فانت بس تكون عارف يعني تخطط التصور في راسك بتاع انه والله ار ريسبونسبل واي اكاونتبل، وتكون عارف معنى اكاونتبل شنو، وسي كونسلت واي انفورم. انفورم اللي هي باعتبار انه هو يكون ياخذ المعلومه يعني، سواء كان المعلومه دي عايز يدخلها في السيستم او المعلومه دي عايزها عشان يكمل بها شغل ثاني. لكن انفورم ما معناها ما عنده علاقه بالبروجكت مانجر، اللي عنده علاقه بالبروجكت مانجر اللي هو اللي بيكون الحرف اي الاكاونتبل، ده اللي بيكون هو مسؤول عن الحاجه دي. تمام حسيت في الفاندنج الاكاونتبل ما موجود. وين الفاندنج الاكاونتبل ما موجود؟ غريبه. خلاص لو ما موجود معناه هو ده طوالي للبروجكت مانجر. اوكي اللي هي ايميلي مش كده؟ لا للبروجكت مانجر،
لو ما لو الـ لو الاكاونتبل ما موجود في حاجه معناها طوالي للبروجكت مانجر. مانجر اوكي تمام تمام. اللي هي دي الديليجيشن يعني في الشغل اللي هو الديليجيشن انه البروجكت مانجر يعين فلان وفلان يعملوا الحاجه دي وكده يعني. طيب نمشي نشوف يا جماعه عندنا واحده من التول اللي هي التكست اورينتد فورمات. التكست اورينتد فورمات اللي هي كاريت. الكاريت ده اللي بيكون فيه الاسم بتاع الموظف او بتاع التيم ممبر وبيكون الريسبونسبيلتي بتاعته وبيكون الاوثوريتي بتاعته. يعني مثلا هنا ممكن انا اجيب اكتب مثلا ماركت ريسيرش جون تمام. انا هنا اجي اكتب جون واكتب الاوثوريتي بتاعته انه والله هو مسؤول بيعمل لي في الماركتنج ريسيرش تمام. الرول بتاعه انه تيم ممبر هو مدير كده هو يعني المهم بتكتب الوظيفه بتاعته. لكن هنا انت الحاجات المفروض اكسبلانيشن اللي هي الريسبونسابيلتي بتاعته تمام. فانت هنا في الـ في الـ في التكست اورينتد فورمات بتكتب الرول بتاعته وتكتب الريسبونسابيلتي مسؤولياته والاوثوريتي بتاعته تمام. فهي حاجه سهله يعني من الحاجه دي بنلقاها تقريبا في معظم الشركات بتلقى الكروت مخطوطه يعني فيها الحاجات دي يعني. طيب عندنا حاجه يا جماعه اسمها الاورجنايزيشنال ثيوري اللي هي دي النظريه التنظيميه يعني بالعربي اسمها النظريه التنظيميه اللي هي provides information regarding the way in which people teams and organizational unit behave. اللي هي دي النظريه التنظيميه بتوفر لك معلومات بشان الطريقه التي يتصرف بها الافراد وفرق العمل والوحدات التنظيميه تمام. يعني بمعنى ثاني زي يعني ممكن تقول يعني زي البوليسي زي يعني حاجه التيم هو او البروجكت مانجر بيعتمد عليها عشان ينظم الشغل بتاعه في وسط التيم يعني تمام. الغرض منها شنو يا جماعه؟ الغرض منها كله تحسين البرفورمانس تمام. يعني كل الحاجات دي المدير بتاع او مدير المشروع اللي هي بتقلل له الوقت وبتقلل له الكوست وبرضه يعني بتقلل له الوقت عشان يقدر يعمل به الريسورس البلان ريسورس مانجمنت. محمد يوسف محمد عندك سؤال؟ الو دكتور معليش بس اترفعت بالغلط كده. اه اوكي فاطمه عندك سؤال؟ اوكي طيب هي بس في المهم نعم ما نزلت ليت ايوه طيب الاورجنايزيشن ثيوري دي يا جماعه القصد منها انه بس تقلل بها الزمن والجهد بتاع البروجكت مانجر عشان يعمل بها الريسورس مانجمنت بلان تمام. ممكن هنا يجي يستخدم ديزاين فوركس ممكن يجي يستخدم اجايل المهم اي حاجه هو برا ان هي مناسبه يدير ينظم بها الشغل بتاع الافراد وينظم بها الوحدات التنظيميه بتاعته تمام. دي نحن بنسميها اورجنايزيشنال ثيوري ريجاردليس اوف انها شنو يعني لكن بس هي في النهايه ده الغرض منها الهدف الاساسي بتاعها. وزي ما قلنا يا جماعه دي امبروف البلاننج افشنسي يعني القيمه بتاعت البلاننج او الفائده بتاعت البلاننج بيحصل لها امبروفمنت لما البروجكت مانجر او مدير المشروع يستخدم الو هاي بس معلش فجاه كده البتاع ده طفى وكنتوا سامعيني؟ لا لا كنت كده احسن كويس ها؟ كده خلاص اشتغل اوكي تمام
طيب اللي هي كل الحاجات دي يا جماعه الاورجنايزيشن ثيوري دي الهدف منها امبروف الوقت بتاع البلاننج والاداء بتاع البلاننج وبتقلل الوقت وبتقلل الكوست والايفورت من التيم يعني. طيب عندنا يا جماعه الهيكل بتاع المؤسسه وثقافتها ده بأثر في التنظيم بتاع الشغل يعني تمام. فده برجعنا ورا للاورجنايزيشنال استراكشر. الاورجنايزيشنال استراكشر يا جماعه لما تكون فانكشنال واحده من المزايا بتاعت الفانكشنال انه الكوميونيكيشن بيكون فيها سهل، لكن ال بعد ذلك بيكون فيها مشكله بتاعت انه والله الريسورسز دي الا من الفانكشنال مانجر اللي هو مدير الجسم. البروجكت مانجر ما بكون عنده سي تمام. فلكن يعني دي شوف دي بتاثر لك نيجاتيف على المشروع بتاعك، في حين انه لما نجي القى البروجكتايز اورجنايزيشنال ستراكشر دي بتاثر لي بوزيتيف على المشروع بتاعي. لكن بس مشكلتها الوحيده انه والله البروجكت المشروع ده لما ينتهي انا العمال ده كلهم بيمشوا الشارع الا يكون عندي مشروع ثاني تمام. فهي هنا شنو الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعتك بتاثر على الشغل بتاع البروجكت يعني. ودي ممكن تربطوها بالستراكشر بتاعت الفانكشنال والماتريكس والبروجكتايز. في سؤال يا جماعه عن البلان مانجمنت عن الريسورس مانجمنت بلان؟ طيب نجي نمشي للبروسيس الثانيه اللي هي استيميت اكتيفيتي ريسورسز. طيب خلاص انا اخذت البلان بتاعتي، بعد ده عايز امشي للخطوه اللي بعدها which is ال estimate activity resources. في ال estimate activity resources يا جماعه انا عايز اقدر الموارد بتاعت فريق العمل. estimate team resources and the type and quantities of materials. يعني انا هنا عايز احدد التيم الفريق بتاع العمل، وفي نفس الوقت عايز احدد الكميات بتاعت الماتيريالز وبتاعت المعدات اللي انا عايزها للمشروع بتاعي تمام. فانت بتحددها هنا في الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز. برضو يا جماعه هي بتحدد لك نوع وكميه وخصائص الموارد اللازمه للمشروع، يعني بتحدد لك الكميات وبتحدد لك الكيف بتاع الحاجات دي تمام. نجي نشوف الانبوت والاوتبوت بتاعتها. الانبوت بتاعتها واضحه يا جماعه، اللي هي انت محتاج للريسورس مانجمنت بلان، محتاج للسكوب بيس لاين، ومحتاج ل يا باشمهندس لشنو؟ للكوست استيميت. هنا انت محتاج للكوست استيميت لانك انت عايز تحدد اي اكتيفيتي. مثلا انت دار تعين موظفين، عايز تعين مهندسين، عايز تشتري اكويبمنت، لازم يكون عندك الكوست بيس لاين بتاعك هنا موجود عشان ما يعني تكون عارف انك انت المفروض والله تصرف في الفريق فريق العمل كم وفي الاكويبمنت كم تمام. التولز والتكنيكس بتاعتها واضحه كلها مرينا عليها، ما فيها حاجه جديده. اللي هي انت محتاج الاكسبيرت جادجمنت، البوتوم اب استيميتنج اللي هي بتبدا الاستيميتنج من تحت اللي هي من الاكتيفيتيز ومن الورك باكج وتمشي لفوق. بعد ذاك انت محتاج لانالوج استيميتنج، محتاج لتقدير قياسي، ومحتاج لبارامتريك استيميتنج تمام. داتا اناليسيس برضه محتاج اي حاجه يا جماعه بتاعت استيميت. انت بتحتاج للالتيرناتيفز اناليسيس، يعني انت محتاج تقارن بين تعمل تحليل للحاجه دي تقارن بيناتهم وتشوف انك انت اللي بتناسبك شنو تمام. محتاج لبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، ده انت محتاج له للكالكوليشن، محتاج انك انت تطلع بيه الشيتس بتاعت ال اسمها شنو بتاعت الاكتيفيتي بتاعتك، محتاج انك انت مثلا الانترفيوز الريسور السي فيز، انت محتاج ليه انفورميشن سيستم عشان تاخد فيه الحاجات دي كلها تمام. طبعا السي دي بيجا ناس الهيومن ريسورسز يا جماعه عندهم سوفت وير بيدخلوا فيه السي فيهات بتاعت الناس كلهم المقدمين. السيستم ده هو بيك اب او بيطلع لهم بيختار لهم الناس المناسبين للوظائف بتاعتهم دي
تمام. فدي واحده من المشاكل اللي بيعانوا منها الناس اللي بيقدموا. مرات انت بتكون السي في بتاعتك انت بتكون كل المؤهلات عندك وكده، لكن للاسف السي في بتاعتك ما فيها كيورد. السيستم ده بيقوم يطلع عليك تمام. فانت بتلقى نفسك والله الناس اللي اختارون ما احسن منك يعني في الكواليفيكيشنز ولا في الخبره ولا كده تمام. فبتلقى انت اختارون الجوب دي، تقول والله يا اخي الناس دي يعني بيلعبوا او عندهم كده. لكن للاسف انه معظم الشركات بقت تستعمل الحاجه دي يعني. هي دي من ناحيه كويسه ومن ناحيه فيري باد يعني. ما بتدي ما بتخل ما بكون في فيرنس تمام. فانت لما تجي تعمل الحاجه دي، لما تيجي تختار التيم بتاعك، لازم يكون عندك السيستم اللي انت شغال به ويكون انه فيرنس، عشان بعدين الناس اللي بيجيبوا لك ده يكونوا ناس كواليفاي وناس فعلا انت محتاج لهم عشان يشتغلوا لك الشغل بتاعك. الاوتبوت اللي انا عايزه من هنا، عايز اطلع بحاجه اسمها الريسورس ريكويرمنت، المتطلبات بتاعت الريسورس بتاعتي كلها. عايز اطلع بالبيس استيميت بتاع الاكتيفيتي ريسورسز، انه والله يا اخي مثلا التيم انا محتاج لكم هنا، ومحتاج لي مثلا عمال كم، ومحتاج لمهندسين كم، محتاج لاكويبمنت كم، محتاج لحاجه اسمها يا جماعه الريسورس بريك داون ستراكشر. الريسورس بريك داون ستراكشر دي يا جماعه زي الورك بريك داون ستراكشر، لكن هناك محل الاكتيفيتي، هنا انت بتجي تقود مثلا معدات تمام، او بتخد حاجات ماتيريالز يعني ما 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 تاسكس. بتعمل ابديت لشنو؟ بتعمل ابديت للاكتيفيتي اتريبيوتس بتاعتك اللي انت خديتها قبل في خديتها في الـ في الـ في السكيدول تمام. انت هنا بتجي تعمل لها ابديت. الاسامشن لوك بتاعك بتعمل له ابديت. الليسون لين ريجستر بتعمل له ابديت بتاعت انك انت البلان بتاعتك استفدت شنو من الحاجات اللي استفدت منها، شنو الليسون لين اللي طلعت منها، وشنو لما جيت عملت الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز تمام. لانك عشان المره الجايه لما تيجي تعمل اي استيميت اكتيفيتي ريسورسز انت عندك ليسون لين جاهزه. طيب الاوتبوت بتاعتها يا جماعه اللي هي الريسورس اكويبمنت، خلونا نشوف الريسورس اول ريسورس ريكويرمنتس يا جماعه. هي دي متطلبات المتطلبات الريسورسز يعني. انت محتاج مثلا لاكويبمنت، لكميه بتاعت اكويبمنتس، محتاج لشنو كويس. بعد ذاك الريسورس بريك داون ستراكشر، زي ما قلت لكم هو تسلسل هرمي بيحدد لك الموارد تمام اللي انت عايزها في البروجكت بتاعك. وبرضه مثلا انك انت بتقوم في التسلسل الهرمي بتاعك ده، بتقوم بتقسم الحاجات مثلا الليبر اللي هم العمال والماتيريالز والاكويبمنت والسبلاير. بتقوم بعد ذاك من السبلاير مثلا تشوف ناس الحديد وين، تشوف ناس الطوب وين، تشوف ناس الاسمنت وين، الاكويبمنت والله انا دار اجر مثلا رافعه وعايز اجر شنو او عايز اشتري الماتيريالز، بتقوم بتحط الماتيريالز بتاعتك كلها تمام. فهي دي بتساعدك انك بتكون شايف الحاجات كلها قدامك يعني. بعد ذاك البيسس اوف استيميتس اللي هو ده اساس التقديرات، طبعا ده انت محتاج له في شنو؟ بتشوف انه الميثودز اللي انت استخدمتها عشان تعمل الاستيميت بتاعك، الافتراضات المرتبطه بالتغيير تمام؟ اللي هو انت ريسورس يوز تو ديفلوب ذا استيميت، والاسامشن اسوشيتد وذ ذا استيميت اللي هي الافتراضات. لانك انت مرات يا جماعه بتفترض معظم المشاريع يا جماعه في حاجه انت بتفترضها هي حاجه بتكون صحيحه، فانت بتفترضها افتراض يعني. مثلا زي ما قال محمد عثمان ضرب كان مثل جميل جدا قال انه والله يا اخي الشارع لو ما انتهى المشروع ده ما حيبدا تمام. فده انت افترضت افتراض، لكن هو افتراض سليم جدا يعني، انه والله يا اخي الشارع ده لو ما تم المشروع ده ما بيبدا، لانه انا ما بقدر انقل الاعداد بتاعتي، انا ما بقدر انقل المشروع بتاعتي تمام. بعد ذلك تقوم تشوف اي نون كونسنتريت يعني، اي حاجه ممكن يعني اللي هي غيود يعني، اي غيود انت بتحد من نشاطك، او بتحد والله مثلا الغيود بتاعتي انا ما بقدر اعين
موظفين في الفتره دي، لانه مثلا زي السعوديه مثلا اللي هي القوانين بتاعت السعوده وكده، تمام، انه مرات الشركه ما بتقدر تعين ناس من برا الا يعني لانه عندهم زي سيستم الحكومه فرضها عليهم، انك انت والله يا اخي لو العدد بتاع الاجانب زاد عن العدد بتاع السعوديين بنسبه كده، انت بعد الحكومه حتفرض عليك قيود او حتفرض عليك عقوبه، تمام. فانت لازم في الشركه بتاعتك تكون عارف ان القيود الحدود بتاعت القيود دي شنو عشان ما تعمل لك مشكله. بعد ذاك الكونفيدنس ليفل اوف ذا استيميت اللي هي مستوى الثقه في التقدير بتاعك، تمام، ده واحده من الاوتبوت بتاعت الاستيميت اكتيفيتي ريسورس. واخيرا انت لازم تعمل documentation of identified risk influencing the estimate. إنه أي خطر أنت قد يعمل لك يأثر على الاستيميت بتاعك ده أنت لازم تعمله documentation، تمام؟ بكرة إن شاء الله هنيجي نتكلم عن accurate resources والdevelop team والmanage team. شكرا جزيلا. خلي الليسون لذيذ الليلة مش كده؟ شديد، بسيط، كويس يعني. بسيط، وبعدين فيه حاجات يعني كلها ممكن تكون تقريبا كل الحاجات دي مرت عليكم يعني في بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني. وأكيد منه. أي متشابهة. وأكيد واحد منكم يوم من الأيام شارك في تعيين موظفين أو طلب منه يجرب موظفين. او طلبوا منه انه يشتري حاجه يعني مثلا، فالحاجه دي ماتش يعني قريبه للشيء اللي احنا تكلمنا عنه يعني. اي سؤال يا شباب؟ كتر خيرك يا دكتور على الحاضره. وبالنسبه للفعل الموضوع very interesting، موضوع الاوبريشن مانجمنت، موضوع الفانكشن مانجمنت او شكل التوزيع بتاع الروس بين الامبلويز والاورجنايزيشن وال هي البوليسي، هي بسموها تقريبا السياسات الداخليه او بسموها لائحه السياسات الداخليه للمؤسسات، دي بتحكم عموما. فبالنسبه لنا نحن في المشروع بتكون هي زي اللائحه اللي بتحكم العلاقات بين اعضاء المشروع، بين الممبرز، بين التيمز، يعني شكل العلاقة كيف بين التيم، منو الليدر على التيم، منو السوبرفايزر، منو اللي هيرفع، منو المدول من التاسك الفلاني او الاكتيفيتي الفلانية. فموضوع تنسيق العمليات ذات المشروع بالنسبة للتيم بشكل يتناسب مع الاوبجكتيف بتاع البروجكت والاورجنايزيشن. فكلام جميل والله يا دكتور، كتر خيرك و الله يديك العافية يا أبو حميد. لك كثير، شاكر لك كثير. الله يديك العافية. آدم تفضل. يلا كورة دار أسأل في الـ requirement documentation. في الحتة دي في يعني في ستاندر معين تستخدم requirement documentation معين ولا بس؟ كده بس يعني. لا أنت شوف الـ requirement زي ما أنت في حاجتين بتحكمك اليوم. في اول حاجه المبلغ اللي انت خدته انت مقبل لما جيت عملت كوست، لما عملت استيميت للكوست بتاعك من ضمن الكوست خطيت انه والله انا عايز لي مثلا اكويبمنت مثلا ب 200 مليون، تمام. أيوة. طيب انت ال 200 مليون دي احسن لك انك تأجر ولا احسن تشتري؟ احسن. فانت بعد ذاك شنو بتشوف حسب النهايه، لانه مرات الشيرة بيدعبك اكثر الشيرة، لانك مثلا بعدين انت مزول من الصيانه، لكن لما تاجر انت ما مزول من الصيانه. لما تشتري الحاجه اللي بتشتريها دي بمرور الزمن سعرها الماشين اللي انت بتشتريها دي بمرور الزمن السعر بتاعها بينزل. فطيب لو المشروع ده مثلا مدته 3 سنة، انت لما ينتهي المشروع مثلا المفروض دي من الحاجات اللي تمشي تبيعها، هل انه انت لو بعتها بتكون الخساره بتاعتك كيف؟ تمام؟ فعشان كده انت بتكون شنو في حته بتاعت استيميت، والله يا اخي انا احسن لي اجر ولا اشتري.
فانت بتصل للديسيشن ده مع الـ مع الـ مع التيم بتاعك والاكسبيرت اللي معاك انه والله يا اخي انا احسن لي بدل اشتري احسن اجر. لا تمام شكرا. الله يديك العافيه. يا عامر. يا دكتور معك يا دكتور. تمام اخبارك كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. الله يديك العافيه ان شاء الله. يوسف شكلك يا رافع يدك انت يا يوسف. ايوه يوسف. دكتور الدايجرام دايجرام اللي بتاع الريسبونسابيلتي جوب. ايوه اي طيب ده بتاع الماتريكس الرام. ايوه ده هنا هنا بس هنا يلا هنا ايوه يلا هنا بس حاجه سريعه كده. انت عندك حاجه اسمها الار اي سي اي. الار اي سي اي دي شنو اللي هي؟ دي حروف من الرمز بها للكلمات الاتيه. الار للريسبونسبل. الريسبونسبل يعني زول المكلف يعمل الحاجه دي تمام. يعني انت مثلا انت شغال انت ميكانيك مش كده يا يوسف؟ انا كونستراكشر. كونستراكشن طيب حلو جدا. انت والله يا اخي انا خطيت انه والله يا اخي ادم ده ريسبونسبل يجي يعمل لي الخرائط تمام. طيب الخرائط دي يعملها مفروض ياخذ معلومات من رؤى ومن فاطمه تمام. فهنا رؤى وفاطمه بالنسبه لادم هم كونسلتنت اللي هو سي. طيب ادم ده مسؤول منه منه مسؤول منه عامر. يعني عامر ده هو مسؤول من ادم عشان يتاكد انه ادم ده عمل الخرائط بتاعته تمام. طيب مفروض بعد ما ادم ده اشتغل كمل الخرائط مفروض يجي يكلم توم يقول له يا اخي الخرائط دي جاهزه ويتفضل ياخذ الخرائط تمام. فهنا توم مسؤوليته شنو؟ مسؤوليته بس انه هو والله عارف انه والله الخرائط دي استلمها وكل شيء وكله تمام. يجي يكلم منه؟ يكلم اللي هو الزول المزول منه. الزول المزول منه هي الاكاونت اللي هو نحن بنقول له اكاونتبل. وقعت ليك؟ وقع علي. ماشي ايوه تمام. فهي دي فانت شنو المفروض يكون عندك لما تجي تعمل يعني لما تجي تقسم الشغل على التيم بتاعك لازم تعمل الريسورس اساينمنت ماتريكس اللي هي تعمل الجدول ده بتاع انه والله يا اخي منو مسؤول من شنو. والله ادم مسؤول من الخرائط. لما نيجي يعمل الخرائط المفروض يمشي زي فلان وفلان تمام. ادم ده لو حصل عليه اي مشكله رئيسه في الحته دي عامر مثلا ومفروض الزول اللي بيستلم منه الخرائط خالد تمام. فده التقسيم انت بتقسمها على شنو؟ انت بتقسمها على دول اول حاجه الخبره بتاعت اي واحد في التيم وبعدين بتقسم انه والله مثلا انا داير خالد يستلم الخرائط لانه خالد وانس استلم الخرائط المفروض في شغل ثاني يعمله او خالد ده مسؤول من الدوكيومنتيشن بتاع المشروع كله انه اي حاجه اي ورقه حايمه مفروض خالد ده يكون عنده بها خبر تمام باعتبار انه خالد ده بيدخلها لي في السيستم بخدها لي في الاركايف كده يعني تمام. يديك العافيه. وقعت. في سؤال يا شباب؟ يا دكتور ايوه في الحته بتاعت البيزس اوف استيميتنج ما ممكن يكون اكسبيرت جادجمنت؟ الحته بتاعت اللي هي في الـ هنا في البيزس اوف استيميت. ايوه هنا الاكسبيرت جادجمنت موجودين فديل انت ما بتستغنى في يعني ما بتستغني منه لانه هم ديل بيعملوا لك اي حاجه بتاعت استيميت اي حاجه بتاعت بلاننج هم ديل لازم يكونوا موجودين الناس الخبره في التيم بتاعك او في البي ام او او مرات انت تحتاج انك تتصلي بناس برا يعني تمشي تجيبيهم عشان تاخذ منهم استشاره في حاجه محدده يعني. اوكي
في سؤال يا شباب؟ كله تمام؟ دكتور وهاب الله ماشي وين؟ قاعد بيسمع في الأسئلة والحركات. يا دكتور. أيوة معاك. سمعك. صوت بعيد شوية. لا. كده كيف؟ تمام. بسمع في الأسئلة. أوكي. أنا قفلت على إنه آخر ساعة كده قبل الشراب أضبط فيها أخش على الأسئلة. بعد ذاك اتلخمت بتلفونات من السودان تطاقش زي ما بقوله. عشان كده ما قدرت لكن هسه بخش ان شاء الله قبل 12. لا تمام، لو بس لو تاخرت او حصل اي حاجه كلمني انا بزيد لك الوقت بتاعي يعني. لا ان شاء الله باذن تعالى قبل 12 بنزلها كلها. تمام دكتور والله. ايوه يا حبيب. اخر ساعه قبل شنو؟ قبل الفطور. قبل أيوة. الشرب. انا قلت حاجه غير ده. بس خالد ده قاعد الزنقه. انا قلت اشنو عليك الله والله ما انت قال انت قاعد للزنقه بس تزنق قبل قلت قبل الشراب هاي قلت قبل الشراب انا متاكد ها ما كنت انت لخبطت هو زاد اسا هو زاد كله في خط خطين تحت شرابي شراب ما خشم بيوت لا خلاص احنا هنا ده البتاع انه انت داك ما عنده زمن محدد يعطيكم العافية يا شباب تسلموا كثير نديله الكويز بتاعت الدرس ده ان شاء الله بالكثير ساعة بتكون جاهزة يعني عشان ده كلام زي العجب ايوه يا دكتور عندك الساعة كم؟ نعم عندك الساعة كم؟ طلعت كويز بملك عارع الله يا وزير ما شاء الله ما عنده اي شغلة غيركم ايوه يا كده دكتور ايوه الكويز بتاعه بيقفل الساعة كم بتوقيت السودان يعني؟ بتقفل الساعة بتوقيت السودان الساعة 1 صباحا. 1 صباحا؟ ايوه. لا ده كويس ان شاء الله، بحله وبرسل عليه. ان شاء الله. ان شاء الله. يديكم العافية يا شباب، تسلموا كثير. تسلم يا دكتور، تصبح على خير. الله يديكم العافية. تسلم يا دكتور، شكرا يا شباب. مع السلامة. مع السلامة يا سلمى. يديك العافية باي باي مع السلامة.